والآن وقفتنا الاقتصادية لنشرة السادسة. أخبار المال والأعمال ومرنا إيهاب. إليك مرنا. شكراً لكم يوسف وسارة، والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على المتابعة المستمرة لموقف الشركات والمجموعات الصناعية والاستثمارية الكبرى والعمل على دعمها وتعزيز دورها باعتبار تلك المؤسسات شريكا أساسيا في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرجوة. جاء ذلك خلال اللقاء مع المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، حيث تناول اللقاء عددا من التحديات والمعوقات التي عكستها تداعيات الأزمات العالمية الحالية على مجموعة شركات ومصانع العربي، حيث وجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بالعمل على سرعة التعامل مع هذه التحديات والمعوقات وحلها. يغادر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس متجها إلى لندن للمشاركة في اجتماعات لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية والتي تنطلق الأربعاء القادم بمقر المنظمة. ومن المقرر أن تقام على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية عدة لقاءات واجتماعات ثنائية تجمع الفريق أسامة ربيع برئيس المنظمة البحرية الدولية ومجموعة من الفاعلين في المجتمع الملاحي. اختتم وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جولته بالصين بتفقد المركز اللوجستي للتخزين وتوزيع بمنطقة التجارة الحرة لمدينة نانشا، كما بحث الوفد سبل التعاون مع مجموعة DHL الصينية. وفي ختام الجولة اجتمع رئيس المنطقة الاقتصادية ورئيس شركة هواوي لمنطقة شمال أفريقيا، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجانبين وما يمكن تقديمه للمنطقة الاقتصادية من الدفع بالتكنولوجيا الحديثة والتي تتبعها هواوي في تقنيات خدمية عديدة. بدأت الدولة في ضخ كميات كبيرة من اللحوم السودانية بمختلف فروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد توفير ما يقرب من 150 ذبيحة سودانية. يأتي هذا بالتوازي مع استقبال مصر خلال الأيام الماضية نحو 4000 رأس ماشية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئاسية لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية بكميات وفيرة وأسعار مناسبة. استعدادا لموسم عيد الأضحى المبارك، بدأت الدولة في ضخ كميات كبيرة من اللحوم السودانية بمختلف فروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك بعد توفير ما يقرب من 150 ذبيحة سودانية بسعر 195 جنيها للكيلو، بالتوازي مع استقبال مصر خلال الأيام الماضية نحو 4000 رأس ماشية. في لحم سوداني جاي لنا، احنا طبعا بيجي في مزارعنا عشان خاطر يتغذى على المزارع بتاعتنا، هو الكيلو نازل ب 195 لحم بلدي طبعا، وزي ما حضرتك شايفه في اقبال شديد جدا على اللحمه، يعني لو نيجي نقارنه بالسوق الخارجي ده في ما فيش وجه مقارنه خالص. تقريبا بمعدل يومي متوسط ضخ العجول في الشركه 150 عجل بيتسلموا شقق يعني بنص العجل بالطول، فاحنا واخدين 300 شقه عجل، فبننزل في كل المجمعات عشان يبقى في عداله في التوزيع، بندي لكل فرد 2 كيلو. الناس بتترتب، مفيش حد بيسبق حد بالدور، الناس ابتدت عشان هي محتاجة اللحمة دي بالسعر ده، التزمت جدا جدا وكل واحد بياخد اللي هو عايزه. إقبال كبير من المواطنين لشراء اللحوم السودانية والتي سيتم توزيعها وفقا لجداول زمنية على أكثر من 800 فرعا لمجمعات النيل الاستهلاكية، بما يضمن تحقيق التوازن في المعروض وتلبية احتياجات المواطنين. توفير اللحوم للمواطنين عن طريق المنافذ بتاعة المجمعات، عندنا أكثر من 170 ولا 180 منفذ في مجمعات النيل كلها،
بيتم ضخ كميات منها، كميات معقولة جدا وموجودة في المجمعات الاستهلاكية. يعني على سبيل المثال النهاردة حضرتك شايفة اللحمة منزلة، نزل لنا 4 شقق وموجودة للمواطنين وبأسعار مناسبة جدا، تقل عن السوق الخارجي مش أقل من 25-30%. جهود مبذولة من أجهزة الدولة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية بكميات وفيرة وأسعار مناسبة في مختلف المواسم والمناسبات، تخفيفا على كاهل المواطن. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق التعاملات بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات الشراء منها المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع وسط تداولات تجاوزت 2 ملياري جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.115 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 52% ليغلق عند مستوى 17131 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 3.15% ليغلق عند مستوى 3199 نقطة، وصعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 4788 نقطة. أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبيك بلس أهمية تطوير أعمال المنظمة لتواكب نظيرتها من المنظمات الدولية ذات النشاط المماثل. جاء ذلك خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للمنظمة على مستوى المندوبين الذين تستضيفهم الكويت. وقال أمين عام أوبيك أن تعاون جميع الأطراف سيحقق أفضل النتائج المرجوة والتوصل إلى التوصيات التي تدعم مسيرة وعمل المنظمة وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى يوسف وسارة. شكرا لك ميرنا.